نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. أكيد من الأخبار المهمة اللي كلنا دلوقتي حريصين على متابعة قصة الجو وحالة الجو وعدم الاستقرار والبرد طبعا والمطرة، فخلونا نتجه بشكل مباشر لدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير دكتور محمود، أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا وسهلا دكتور محمود. يعني وفقا للاخبار كده والبيانات اللي طالعه من حضراتكم ونفهم التفاصيل بقى، انه انخفاض ملحوظ في درجات الحراره وفي 10 درجات اقل كمان يا فندم؟ طبعا الانخفاض خلال فترات النهار وفترات الليل، الانخفاض خلال ساعات النهار بتتراوح في درجات الحراره ما بين 16 و15 درجه مئويه خلال ساعات النهار خلال 72 ساعه اللي جايين. هذا يعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه بالنسبه لهذا الوقت من العام بثلاث اربع درجات. يعني هي دي زيها زي الموجه اللي هي كانت من اسبوع 10 ايام كده يا فندم؟ يعني الفرق بينها ان كان الفتره اللي فاتت كان في نشاط رياح قوي، ده زود احساسنا بانخفاض في درجه الحراره، بالاضافه طبعا ان كانت الامطار المصاحبه ليها امطار غزيره. لكن طبعا خلال هذه الفتره في نشاط رياح ولكنه يعني مش بنفس القوه. فرص سقوط الامطار متوسطه على السواحل الشماليه وخفيفه على القاهره والوجه البحري، مناطق متفرقه كده، والملاحه البحريه طبعا هتكون مضطربه برضو لان نشاط الرياح موجود على البحرين المتوسط والاحمر. شبوره مائيه برضو بنستشعرها في الصباح الباكر، يعني اليوم فيه تقلبات جويه في كل حاجه. كل حاجه طبعا ملحوظ في درجه الحراره بالليل والساعات الصباح. طبعا يعني الحاجه اللي بنقدر نقولها للمواطنين من ميكروفون حضرتك استمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله وهم خارجين، سواء كانوا بره البيت في فترات الليل او الصبح بدري، وبرضه القياده بهدوء على الطرق فتره تكون السبوره، والساعه 9 10 بتبدا تتحسن من الرؤيه ان شاء الله. طب معلش، هي الشمس هتطلع؟ اصل سؤال، اصل الايام اللي فاتت دي يعني قليل قوي انك بتشوف الشمس، يعني او لو طلعت تحس برضو ان مفيش احساس بالدفء قوي، فحته الدنيا مغيمه على طول كده. فعلا طبعا برضه للاسف هيبقى في غيوم شديد في خلال 72 ساعه اللي جايين. هنلاقي ايام ما طلعتلهاش شمس فعلا، ولكن طبعا والله بنقول ان شاء الله هتبقى الاجواء مستقره ان شاء الله ممكن مع بدايه الاسبوع اللي جاي. طيب يعني 72 ساعه وبعد كده ان شاء الله هتبقى الفرصه. احنا ده مشير مش كده يا فندم؟ طبعا دلوقتي فده عادي، بس بقول لك اقل من المعدلات كمان، يعني اقل من المعدلات. طبعا تمام. بعد 72 ساعه متوقع يبقى في يعني تحسن تدريجي حتى يا دكتور محمود؟ نتمنى ذلك. يعني هو احنا في تقلبات طبعا، بعد كده يعني احنا مع بعض ماشي يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك.